بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عشاق المستديرة عبر شبكة تلفزيون الحياة في نقلنا لأحداث لقاء الذي يجمع بين الداخلية مع بتروجيت في استاد السويس الرياضي الذي يحتضن هذه المواجهة. وبالطبع اللقاء الذي طبعا هميته كبيرة في تحسين المراكز الترتيب في الأسبوع الرابع وأيضا العشرين عموما. اللقاء المنتظر في هذه اللحظات طبعا بين الفريقين الطموح لفريق الداخلية يلعب مباراته رقم 25 في هذا الأسبوع 25، وبتروجيت أيضا يلعب مباراته رقم 25 الأسبوع 25 في هذه المباراة اللي تجمع الفريقين. الطموح كبير جدا لتحقيق المكسب في هذه المواجهة. عموما فريق الداخلية صاحب المركز السابع برصيد من النقاط 37 نقطة من 24 مباراة، في المقابل بتروجيت المركز العاشر برصيد 34 نقطة. الفارق بين الفريقين هو 3 نقاط. أهمية النقاط الثلاثة تكون في هذه المباراة. إذن على بركة الله ستنطلق في هذه الأثناء في إطار هذه الجولة، الجولة 25، وفيها طبعا انطلقت مباريات الأمس في افتتاحية الجولة 25 بالتعادل بين غزل المحلة مع نادي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدفين. سنتعرف على تشكيل الفريقين طبعا المباراة في استاد السويس الرياضي الجديد الذي يحتضن هذه المواجهة بين الفريقين. عموما حكم المباراة يستعد بإطلاق صافرته، وهو حكم هذا اللقاء والذي أسندت له مهمة إدارة هذا اللقاء، وهو بالطبع الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه الحكم وليد عبد العزيز، ويعاونه شريف التبع وأحمد العزاوي وعماد عطا الحكم الرابع. على بركة الله الانطلاق فريق بتروجيت الذي يخوض هذه اللقاء أو هذه المباراة بالتشكيل طبعا لفريق بتروجيت في هذا اللقاء لحراسة المرمى الشناوي. أمامه في خط الظهر حسام حسن رقم 5، محمد دبش رقم 4، وبالإضافة إلى على اليمين عمرو حسن صاحب الخبرة رقم 7، وأيضا الخبرة الظهير الأيسر أسامة محمد رقم 11، ووسط الملعب هناك لاعب محوري ممتاز خبرته أيضا كبيرة وهو مصطفى شبيطة برقم 23، أحمد مجدي 6، أحمد الشناوي 12، جيمس تيدي في المنطقة الأمامية 20، شيبو يعقوب رقم 29، ورأس الحربة هو أحمد جعفر. طبعا الكابتن طلعت يوسف الذي يقود مهمة الإدارة الفنية بالنسبة لفريق بتروجيت. في المقابل فريق الداخلية في هذه المباراة يحمي مرمى طبعا هو محمود الغرباوي، محاولة من هناك وكرة تذهب بعيدة لتكون إلى خارج الملعب. قلت فريق الداخلية لحراسة المرمى الغرباوي، رشاد فاروق رقم 6 وشهاب الدين محمد رقم 15، وبالإضافة إلى رجب بكار رقم 2 الظهير الأيمن، وبالإضافة إلى عاصم سعيد رقم 22. 3 لاعبين في الارتكاز وسط الملعب: إيمانويل إيجبتور 25، فريد شوقي رقم 5، عبد العزيز موسى رقم 4، وبالإضافة إلى محمد جمال رقم 20، سريات بايلا 31، أحمد الشعراوي 23. أول ورقة صفراء حكم المباراة وليد عبد العزيز. إذن الفاول قريب جدا منطقة الجزاء، كرة قريبة، فاول لصالح عبد العزيز موسى، والإنذار يكون الأول على فريق البتروجيت صاحب الأرض. طبعا الإنذار أعتقد تحصل عليه محمد دبش في هذه اللحظات. كرة من مكان خطير، فريق الداخلية تهدد مرمى الشناوي. نتابع معا مشاهدينا الكرام في هذه المحاولة بالنسبة لفريق الداخلية، كرة تحمل في طيتها الخطورة الكبيرة الحقيقة على مرمى فريق بتروجيت. إذن التنفيذ المتخصص الكرات الثابتة عاصم سعيد الظهير الأيسر لفريق الداخلية. عاصم سعيد ولكن تصطدم الجدار ترد مرة ثانية ويسددها،
ولكن تذهب الكرة إلى خارج الملعب. كما ذكرت لقاءات الأسبوع 25 استهلت بلقاء غزل المحلة والإسماعيلية يوم أمس وانتهت 2-2 في مباراة أيضا من اللقاءات الجميلة اللي شهدتها البطولة المصرية هذا الموسم. غزل المحلة نعم الفريق الجريح والذي على اعتاب أن يودع دوري الممتاز دوري الأضواء. اليوم طبعا هذه المباراة الثانية في الجولة 25 تعقبها مباراة اتحاد الشرطة وأسوان. غدا تستكمل بمباراتين المصري البورسعيدي ووادي دجلة وطلائع الجيش مع اتحاد اسكندري. يوم الأحد أيضا مباراتين في برنامج الجولة 25 مصر المقصة المقاولون العرب إمبي الإنتاج الحربي. ويوم الاثنين الزمالك مع حرس الحدود والأهلي أجلت مباراة 24 ساعة يوم الثلاثاء. في ختام لقاءات الجولة 25 سموحة مع النادي الأهلي. هذا كان بالنسبة لبرنامج الجولة 25 من الدوري. وطبعا البحث عن النقاط الثلاثة أهمية كبيرة طبعا مع وجود الرياح في السويس كما تستمعون إلى صوت هذه الرياح بالطبع في ملعب المباراة. رمية التماس تلعب طويلة لفريق بترجيت في محاولة من هناك من جعفر إيجبتوري يبعدها تمشي الكرة في الوسط الملعب. في هذا الحوار دبش بالرأس ترجع مرة ثانية إيمانويل إيجبتور. محاولات من جانب فريق بترجيت وهو صعب المراس دائما على استاد السويس الجديد والتسديدة تذهب بعيدة لتكون ضربة مرمى. الكابتن علاء عبد العال نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق الداخلية. لقاء الذهاب اللي جمع بين الفريقين في الدور الأول انتهى بفوز الداخلية بهدف مقابل لا شيء في الأسبوع الثامن. وطبعا الداخلية عنده مباراة مؤجلة مع نادي عنده 24 مباراة ما عنده شيء مباراة مؤجلة. طبعا الداخلية تعادل مع الزمالك في مباراته المؤجلة بدون أهداف. تعود الكرة مرة ثانية الطموح كبير جدا في مراكز الصراع على أن ينهي كل فريق في مركز متقدم. طبعا هم الاثنين في منطقة الأمان تماما في وسط الترتيب العام وفريق بتروجيت الطموح للوصول إلى النقطة 37 وهذه يدخل في معمعة الحقيقة المعائم اللي موجودة فيها عدد من الفرق الحقيقة من المركز الثاني وهي في تقارب في النقاط تقريبا من 42 نقطة ل 37 نقطة يعني ليس بفرق كبير. ولكن هناك طبعا الجولات القادمة هناك المباريات المقبلة والأسابيع القادمة 10 مباريات تبقى لكل فريق أكيد 30 نقطة وهي كثيرة الحقيقة كفيلة بالتغيير كل الملامح في مراكز الترتيب الدوري بشكل عام. ترجع الكرة مرة ثانية وطبعا نحن في مشوار نهاية الموسم. طبعا مشوار كل فريق يعلم أهمية كل نقطة في مثل هذه المباريات المهمة جدا. تربك داخل منطقة الجزاء والتغطية من النادي الداخلية ليرتدي بالطبع الزي الاحتياطي له في هذه المباراة. طبعا مباريات تحديد الصاعد الدور الممتاز اللي انطلقت أيضا يوم السبت 16 أبريل في لقاءات مباراة الذهاب واللي أيضا لقاءات الإياب كانت الأمس الخميس 21 أبريل. سأذكر نتائجها ونشاهد بالطبع هنا التنفيذ في هذا الخطأ للكابتن عمرو حسن كابتن نادي بتروجيت. التغطية مرة ثانية من دفاع فريق الداخلية حريص كليا فريق الداخلية أن يدود عن مرماه ويحافظ على شباكه وعلى أن ينتزع انتصار في غاية الأهمية لأن هذا الانتصار وهذا الفوز يرفع رصيده إلى النقطة 40. النقطة 40 يعني يدخل في الزحمة مع المصري وسموحة والإسماعيلي ويقترب من الزمالك المركز الثاني. لكن الزمالك طبعا تنقصه مباراتين لديه مباراتين واللي طبعا استحقاقات القادمة تقريبا المباريات المقبلة تكون تحدد معالم المنافسة بشكل كبير بين الزمالك والأهلي. الزمالك
الأمور بدأت تصعب عليه بالنسبة للحفاظ على لقبه، لأن الأهلي وسع الفارق إلى حوالي 11 نقطة. لكن بالطبع كل شيء ممكن في كرة القدم. كرة من جعفر، من هناك كرة خطيرة، بتروجيت قد تكون هي جول. أوه، كرة هدف ضاع عن طريق جيمس تيدي في أول محاولة خطيرة من جانب فريق الداخلية، فريق بتروجيت على مرمى الداخلية في هذه اللحظات. فرصة هيئة بشكل حلو أحمد جعفر، ولكن تذهب بعد التألق الذي كان من الغرباوي، أو اصطدمت عفوا بالدفاع قبل أن تصل إلى الغرباوي. كورنر، المتخصص تنفيذ الكرات الثابتة كما نرى الآن الكابتن عامر حسن ينفذ الكورنر، والغرباوي مرة ثانية يبعدها، وإلى ضربة ركنية أخرى لصالح فريق بتروجيت اللي ضاغط في أول 10 دقائق من بداية المباراة على مرمى الداخلية. وطبعا نرى أحمد جعفر نجم السابق لنادي الزمالك وهداف طبعا فريق بتروجيت، له كلمة في الحسم دائما في مواجهات فريق بتروجيت. بالنسبة لأحمد جعفر، تحول الكرة بالطبع إلى ضربة ركنية ثانية على التوالي بالنسبة لفريق بتروجيت. شوفوا الإعادة مرة ثانية، تنفذ الكورنر وبنفس الكيفية ويبعدها المدافع، ترجع الكرة مع الضغط المتواصل، دبش يرجع الكرة الوراء، وكرة تلعب عرضية وترجع مرة ثانية في محاولة من بايلا، لعب خطير. أوه، دبش، كرة خطيرة من دبش ولكن تعلو العارضة. شوفوا المدافع في هذا المكان تواجد، وجد نفسه تماما أمام الغرباوي، ولكن كرة ضاعت على فريق بتروجيت. نويها منذ البداية فريق بتروجيت، ولكن كما قلنا فريق الداخلية من الفرق صعبة المراس، ورقم صعب جدا، أي فريق يعاني أمامه كثيرا، فرص الفوز بسهولة يبدو صعبة جدا أمام الداخلية. لكن كل المعطيات والكفة متساوية بين الفريقين، رغم البداية اللي نراها مع سيطرة بالنسبة لأصحاب الأرض فريق بتروجيت في هذه اللحظات، لأهمية النقاط الثلاثة كما ذكرت لتحسين المركز. إن الصراع على البقاء أصبح شبه محسوم، يبقى بطاقة واحدة اللي يحاول أن يتمسك ويتشبت بأمالها، فريق اتحاد الشرطة بالرغم من صعوبتها. واتحاد الشرطة يلعب اليوم مع فريق أسوان، ولقائه الهام جدا في ظل هذا الأسبوع الهام. طبعا اتحاد الشرطة مباراة فوزه اليوم على أسوان يعني يحاول أن يتشبث بهذا البصيص من الأمل. أسوان في منطقة الفريق الوافد لهذا الموسم، لكن بقاؤه أصبح شبه مؤكد، وعنده أيضا 28 نقطة من 23 مباراة. هامية النقاط مهمة جدا، لكن كما قلت حظوظ ضعيفة جدا لفريق اتحاد شرطة البقاء، ولكن الأمل موجود. وفريق حرس الحدود غزل المحلة تماما هي تكملة موسم وتحسين الصورة، لأن غزل المحلة لازال يبحث عن أول انتصار، الفريق الوحيد البات الذي لم يحقق أي انتصار في الدوري حتى الآن هو فريق غزل المحلة. من 25 مباراة لم يفز في أي مباراة، وباقي له 9 مواجهات، وطبعا عنده مباراة أو تعادل 9، من آخرها تعادل أمام الإسماعيلي قدم مباراة بطولية، وخسر في 16 مباراة. طبعا فريق غزل المحلة هو صاحب المركز الأخير، ولكن ليس هو الفريق الأكثر خسارة في الدوري. الأكثر خسارة في الدوري هو فريق حرس الحدود الذي خسر في 17 مباراة من 24 مباراة خاضها. أما اتحاد الشرطة طبعا أكثر الفرق تعادلا في الدوري، 13 تعادل فوز واحد وعشر هزائم من 24 مباراة، معدل كبير جدا من التعادلات لفريق اتحاد الشرطة. لو وجدنا أيضا هناك في الفرق المتقدمة في الترتيب نرى السموحة من الفرق اللي تعادلت كثيرا الحقيقة، في المركز الرابع تعادل 11 مرة، والداخلية اللي نرى اليوم تعادل 10 مرات هو في المركز السابع من الفرق الأكثر تعادلاتا من الفرق المتقدمة في الترتيب أو في مراكز الترتيب. ولكن على المجمل هو
اتحاد الشرطة تعادل في 13 مباراة، ونحن نلعب الآن في الدقيقة 13. تمشي الكرة لجعفر يهيئها إلى سريال بايلا، ولكن الكرة ضاعت منه، ما تمكنش من السيطرة عنها واستحوذ عنها بشكل المناسب. ترجع الكرة مرة ثانية، والمتابعة كرة لفريق بتروجيت، لكن التغطية تعود الآن إلى إيمانويل إيجبتور في وسط ولاعب محوري في وسط ملعب فريق الداخلية. تقطع الكرة، ترجع مرة ثانية أخرى لأحمد مجدي، يهيئها إلى شبيطة، تنقل سريعة، واحدة اثنين في متابعة من عمرو إيجبتور. طبعا نهني الأهلي والزمالك والمقصة اللي تأهلوا في البطولات الأفريقية، الزمالك والأهلي دور المجموعات للكاف تشامبيونز ليج، وبالنسبة للمقصة في الكونفدرالية في كأس الاتحاد الأفريقي تأهل الدور المجموعات، وطبعا ولازال طبعا لما تأهلش دور المجموعات لكن تأهل إلى الدور الستاشر الثاني، واللي سيواجه فيه طبعا واحد من الأندية العتيدة في ليبيا الأهلي طرابلس، وطبعا المواجهة المنتظرة في الدور الستاشر الثاني المكرر اللي يلعب فيه ويخوض فيه الملحق بالنسبة للفرق التي خرجت من الكاف تشامبيونز ليج في الدور الستاشر، تلعب مع الفرق الفائزة في الدور الأول في الدور 16 الأول في الملحق الثاني للكونفدرالية، تعطيهم فرصة بالنسبة للأبطال أن يخوضوا غمار المنافسة في مسابقة الاتحاد الأفريقية أو الكونفدرالية. تعود الكرة مرة ثانية لفريق الداخلية في محاولة البحث عن جديد في هذه المباراة في ربع الساعة أولى. السيطرة واضحة لأصحاب الأرض لفريق بتروجيت منذ لحظاتها الأولى. تذهب الكرة طويلة إلى خارج الملعب، رمي التماس. 15 دقيقة مرت، 0 بتروجيت 0 الداخلية في الأسبوع 25. تنقل الكرة مرة ثانية، شبيطة، تيدي جيمس، تعود مرة ثانية مصطفى شبيطة اللاعب السابق ايضا في نادي الاهلي، دبش احمد مجدي، نقلات لاعبو فريق بتروجيت في المنتصف. ترجع الكره للخلف، دبش مجدي، طويله من هناك باتجاه اسامه محمد، ورمي التماس لصالح فريق بتروجيت. أسامة في التنفيذ، النجم السابق لنادي الزمالك. أسامة محمد يلعب رمي التماس طويلة باتجاه جيمس تيدي المشاكس اللي شكل إزعاج كبير في جانب جعفر ويعقوب في هجوم فريق بتروجيت على الدفاع الداخلية في هذه المباراة. النية واضحة بالنسبة لفريق بتروجيت والرغبة لتحقيق المكسب ويبحث عن انتصاره العاشر في المقابل. كلا الفريقين الحقيقة فازوا في 9 مباريات في 24 مباراة خاضوها، الداخلية خسر في 5 وبتروجيت خسر في 8 مواجهات. فالإعادة مرة ثانية، في فاول، دبش حسام، أسامة، ترجع لحسام مرة ثانية، حسام حسن إلى محمد دبش، ينقلها على الرواق اليمين اللي عمرو حسن كابتن الفريق اللي فيه، ويحاول يمررها باتجاه الشناوي مقطوعة منه كابتن طلعت يوسف، خبرة طبعا وحنكة. مرة ثانية إيمانويل جبتور، فريد، عاصم، تمشي لفريد يحاول يمر، يبصيها مرة ثانية لعاصم، طويلة على عاصم وتخرج إلى رمي التماس. طبعا فريق بتروجيت بدأ الموسم بنتائج كانت فيها بعض الخيبة من الأمل اللي كان يقوده في بداية الموسم الكابتن أحمد حسن، خسر أمام المصري البورسعيدي 1-3، ثم تلتها في الأسبوع الثاني بخسارة بثلاثية أو فوز بثلاثية عفوا أمام سموحة 0-3، فاز على سموحة ثم خسر من الأهلي 0-1،
والخسارة بثلاثية أمام وادي دجلة 3-0 كانت تباين في نتائجه في الأسابيع الأولى من الدوري، ثم تعادل مع أسوان 1-1 وسلبا مع الإنتاج الحربي، وخسارة أمام المقاولون 0-2 والخسارة أمام الداخلية 1-0، ثم فوز على الإسماعيلي 1-0 وفوزه على اتحاد اسكندري 0-2، وبالإضافة إلى تعادله مع الزمالك 1-1 وتعادله مع طلائع الجيش 0-0 وفوزه على الغزل 2-0 وفوزه على حرس الحدود 2-0 وفوزه على المقصة 1-0. كانت انتصارات على التوالي، 3 انتصارات حققها، ثم تعادله مع إنبي بدون أهداف، وكرة تلعب الكورنر ولكن تذهب إلى ضربة ركنية رابعة في المباراة بالنسبة لفريق بتروجيت، ويحتج الغرباوي على قرار حكم المباراة وليد عبد العزيز. شوفوا الإعادة، شوفوا الكرة، الكرة لم يلمسها ولكن احتسبها الحكم والمساعد الأول له إلى كورنر. التنفيذ، الرياح مع فريق بتروجيت، يلعبها أسامة محمد ترجع ولكن في صافرة من حكم المباراة. كانت هذه نتائجه في الدور الأول لفريق بتروجيت، 4 ركنيات في 20 دقيقة لفريق بتروجيت. كما قلت الرياح يريد أن يستغلها لصالحه، عامل الريح في هذا الشوط الأول بالنسبة لفريق بتروجيت، أنه يعلم إن لم ينجح في هز الشباك في مرمى الداخلية في شوط المباراة الأول، المهمة ستزداد تعقيدا على فريق بتروجيت في هذه المباراة. في صافرة من حكم المباراة، هذا هو أحمد جعفر، خبرة كما ذكرت، إذا فاول لصالح أحمد جعفر. التدخل اللي كان واضح من رشاد فاروق، نتابع الفاول. في مباراة بدأت كما قلنا بسيطرة لأصحاب الأرض، عمرو يتركها لأسامة، أسامة يلعبها طويلة ولكن يبعدها مرة ثانية الغرباوي، من هناك يتدخل إيمانويل إيجبتور، تنقل مرة أخرى خطيرة ومرور ممتاز، محاولة من جانب فريق بتروجيت ولكن تكتل واضح في دفاع فريق الداخلية. ترجع الكرة مرة ثانية، المحاولة ما زالت قائمة، تنقل سريعة وانطلاقة رائعة من هناك، خبرة ممتازة والكروس العرضية من أسامة إلى جيمس بيتي أو جيمس تيدي، جيمس تيدي، كرة في غاية الخطورة بالطبع، نادي بتروجيت الرياضي اللي تأسس واحد من الأندية الحديثة، يعتبر عمره 36 سنة عمر هذا النادي، تأسيسه اللي تأسس في عام 1980 بالنسبة لبتروجيت اللي يرتدي القمصان بلون البلغرانا أو عازفو السمسمية كما يطلق عليهم بالنسبة لفريق بتروجيت. ترجع الكرة مرة ثانية، شبيطة يحول الكرة إلى عمرو حسن، ماسك الكرة أحسن فريق بتروجيت، وكانت تلعب من الشناوي وشبيطة بالرأس يؤيها من هناك، جعفر لكن الأقرب لها إيجبتور. ترجع الكرة مرة أخرى لصالح فريق الداخلية اللي يدافع والمتمركز في منتصف ملعبه، كما قلت عامل الرياح يلعب دور كبير مع أصحاب الأرض في هذه المباراة في استاد السويس الذي سعته الجماهيرية تصل إلى 25,000 متفرج، واللي طبعا نادي بتروجيت واحد من أندية الشركات البترولية في مصر، واللي يلعب الموسم الثامن له على التوالي في الدوري الممتاز، وطبعا تم الترقية إلى الدور الممتاز لأول مرة منذ تأسيسه منذ 8 سنوات لموسم 2006-2007، صعد بتروجيت الدور الممتاز بعد منافسة شرسة مع عدد من الفرق القوية مثل الترسانة ونادي سك الحديد، وطبعا مقره وملعبه هو مدينة السويس في موسم 2006-2007.
رابي التباس كانت أول مباراة لفريق بيتر جيت في الدوري الممتاز المصري في موسم 2006-2007 أمام نادي طلائع الجيش في استاد الكلية الحربية في 3 أغسطس 2006 وفاز فيها في أول انتصار له في الدوري الممتاز على طلائع الجيش 3-2 حينها أحرز هدفين في أول هدفين في الدوري الممتاز لبيتر جيت كانت لي واحد من نجومه اللاعب الحريف طبعا محمود عبد الحكيم والنجم وليد سليمان الحاوي الكرة المصرية ونجم النادي الأهلي حاليا في تلك المباراة وأكبر فوز حققه فريق بيتر جيت في الدوري المصري في الأسبوع العاشر موسم 2007-2008 على نادي أسمنت سويس في استاد سويس في 6 نوفمبر 2007 حيث فاز حينها ب8 أهداف مقابل شيء كان شاهدت هاتريك للنجم وهدافه السابق الكابتن علاء إبراهيم. هنا الكابتن علاء عبد العال المدير الفني تمشي الكرة مرة ثانية لجعفر. دخلنا في 25 دقيقة لعب في مباراة اليوم في ثاني لقاءات الأسبوع 25 جيمس تيدي كرة مقطوعة منه ولكن صافرة قريبة وواضحة من حكم المباراة وليد عبد العزيز كما ذكرت هو الذي يدير أحداث هذا اللقاء وشريف التباع وأحمد عزاوي وأحمد عطا المساعدون المساعد الأول والمساعد الثاني والحكم الرابع لوليد عبد العزيز في هذه المباراة. شاهد الفاول الكرات الثابتة اعتمد عليها فريق بيتر جيت كما قلت في ظل الاستفادة من عامل الرياح في هذه الدقائق من عمر المباراة. نشاهد ونتابع معا هذه الكرة طبعا لصالح فريق بيتر جيت. الحكم والمسافة 10 ياردات المسافة القانونية الذي يطالب بها لاعبو فريق الداخلية في محاولة طبعا عنده فريق الداخلية هناك شبيطة هناك أسامة هناك عمر خلف الكرة وهذه الكرة يلعبها أسامة ولكن بعيدة على مرمى الغرباوي ضربة مرمى لفريق الداخلية كانت أكبر هزيمة لفريق بتروجيت في الدوري الممتاز المصري كانت أمام النادي الأهلي بنتيجة 4-0 على استاد القاهرة الدولي في موسمين مختلفين هما موسم 2006-2007 الموسم الأول والموسم الثاني كان في 2008-2009 وأسرع هدف سجله فريق بيتر جيت في الدوري المصري الممتاز لأسامة محمد في الأسبوع السادس من موسم 2008-2009 تحديدا في نادي المصري في 20 سبتمبر 2008 على استاد بورسعيد وانتهت المباراة بالتعادل حينها بهدفين مقابل هدفين. كان أحرز محمد أسامة الهدف في الثانية 21 من بداية المباراة ويعتبر من أسرع الأهداف في الدوري المصري اللي انطلق في نسخته الأولى منذ عام 1948. طبعا نادي بيتر جيت واحد من الأندية اللي حقق مفاجأة حينها أخذ أحسن خط هجوم في الدوري المصري الممتاز في ثاني مواسمه في موسم 2007-2008 برصيد 51 هدف حتى الآن. طبعا أكثر الفرق تسجيل الأهداف في الدوري هو النادي الأهلي 42 هدف وخلفه نادي المقصة ونادي سموحة ونادي المصري ب 35 هدف أما الداخلية سجل 26 وبيتر جيت سجل 24 هدف. الكورنر الخامس بالنسبة لفريق بيتر جيت في 27 دقيقة لعب في المباراة أسامة محمد يلعبها قريبة والمتابعة من جيمس من هناك تحت الدربكة والتغطية والركنية السادسة 6 ركنيات في 28 دقيقة من مباراة بيتر جيت والداخلية كلها لفريق بيتر جيت. لم يعاني كثيرا دفاع فريق بيتر جيت في 27 دقيقة لكن كما قلت تأخر كثيرا فريق بيتر جيت دون هز الشباك ربما الشوط الثاني يجد الصعوبة أكبر على فريق بيتر جيت في هذه المباراة. فاول لصالح الداخلية كما قلنا فريق من الفرق الصعبة جدا روحها طويلة في الملعب بالنسبة لفريق الداخلية متعب تنقل الكرة طويلة من هناك إلى جعفر هداف الفريق
ذكرت ان علاء ابراهيم اول لاعب النادي بتروجيتي يحرز لقب هداف الدوري المصري الممتاز في موسم 2007-2008 برصيد 15 هدف. كانت فريق بتروجيت مباراته رقم 100 في الدوري الممتاز في الاسبوع العاشر موسم 2009-2010 امام النادي المصري في 29 نوفمبر 2009 على استاد بورسعيد، وحينها فاز بتروجيت بهدف للصفر للاعب الغاني نجمهم السابق ياريك بيكوي، والرقم الهدف الذي سجله ايضا رقم 100 في كما ذكرت تلك المباراه، كانت مباراه رقم 100 امام المصري البورسعيدي في 2009 29 نوفمبر. اما الهدف رقم 100 لفريق بتروجيت فكان للبوركيني محمد كوفي نجم الزمالك الحالي في الاسبوع السادس موسم 2008-2009 في نادي المصري ايضا في 20 سبتمبر 2008 على استاد بورسعيد، وانتهت المباراه بالتعادل 2-2، وكان بالطبع هو الهدف رقم 100 يعني يسجل لفريق بتروجيت هذا التاريخ الحديث بالنسبه له 36 عاما، ولكن في 9 أو 8 مواسم تواجده في دوري الأضواء عرف يترك ولا زال عنده بصمة بالنسبة لفريق بتروجيت. نصف ساعة لعب في فاول، صافرة واضحة لحكم المباراة الحكم وليد عبد العزيز يتحدث مع المدير الفني علاء عبد العال لطالب بإنذار في هذه الكرة. عموما لمسة يد مقصودة لعادة مرة ثانية ولم ينظر على إثرها. أحمد الشناوي لاعب فريق الداخلية وكذلك يتحدث الآن مع المدير الفني طلعت يوسف المدير الفني لفريق بتروجيت نادي الداخلية النادي الأكثر حداثة واللي تأسس في 2005 11 سنة عمره، وطبعا النادي الداخلية هذا الحديث العهد، ولكن كما قلنا أصبح من الأندية اللي تواجدت في الدوري الممتاز، ورقم صعب هذا الموسم كان في مجمل لقاءاته، شكل إزعاج كبير للزمالك وللنادي الأهلي في هذا الموسم، وحتى من مواجهاتهم مع الأهلي والزمالك بالنسبة للفريق الداخلية كان تعادل مع الأهلي 1-1 في الأسبوع 14، والماتش المؤجل الأخير مع الزمالك تعادل بدون أهداف، وكان خسر من الزمالك في لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شيء. عنده المواجهة القادمة بالنسبة للفريق الداخلية ستكون أمام مصر المقصة، واحدة من المواجهات المهمة جدا، وثم مع إنبي وبعدها اتحاد الشرطة والمصري البورسعيدي وسموحة، وفي الأسبوع 31 مواجهته مع النادي الأهلي ثم وادي دجلة وأسوان، ويختتم بلقاء الإنتاج الحربي. هذا بالنسبة للمباريات القادمة بالنسبة لفريق الداخلية. دخلنا الآن في الدقيقة 33، لازالت النتيجة 0-0، والبحث عن أول الأهداف في هذه المباراة لازال جاريا. طبعا كما قلنا مباراة تحديد الفرق الصاعدة اللي انتهت يوم أمس في مواجهات كانت في قمة الإثارة، وخاصة لقاء الشرقية والترسانة، وصعد طبعا نادي الشرقية بعد فوزه على الشواكيش نادي العريق الترسانة بركلات الترجيحية 6-5 بعد انتهى اللقاء 0-0، وهي ذات النتيجة اللي آلت إليها لقاء الذهاب. في المقابل ايضا انقلبت الامور على الاسيوطي سبورت بعد ان تعادل ذهابا مع النصر للتعدين 1-1، ثم
تعادل ذات النتيجة أمام النصر للتعدين، وركلات الترجيحية أهلت فريق النصر للتعدين على حساب الأسيوطي سبورتس 2-3، وفي المقابل طنطا يصعد على حساب العاب دمنهور بعد تحديد مباراة في مباراة تحديد الصاعد الممتاز، بعد أن فاز طنطا ذهابا 1-0 وتعادل إيابا 0-0. هذا كانت بالنسبة لنتائج مباراة تحديد الصاعد الممتاز اللي جرت مباراة العودة يوم أمس. عودة الكرة مرة ثانية من جانب فريق بتروجيت اللي كما قلت يهاجم، لكن ما فيش خطورة كبيرة أصبحت على مرمى الغرباوي، وفي المقابل الداخلية يدافع دائما. الداخلية له علو كعبه على فريق بتروجيت، وما ذكرته بالطبع حتى رغم النتائج التي آلت في بين الفريقين في اللقاء الذهاب أو في الدور الأول، انتهى بهدف للصفر لفريق الداخلية في الأسبوع الثامن. إذن فاول، أخطاء كثيرة احتسبت على النادي الداخلية، 6 ركنيات، هذا مجمل ما كان في 35 دقيقة اللي نلعب فيها الآن من عمر المباراة. ونشاهد الفاول، حتى الآن المباراة ما أخلقتش الإثارة والإبداع اللي كنا نستمتع بها. عموما الكرة تلعب من هناك حتى ما نراه كل اللعب في منتصف ملعب، أي نعم فريق الداخلية، وما فيش خطورة كبيرة، ما فيش جمل حتى هذه اللحظة. الأمور ماشية على البركة طبعا في مباراة اليوم الشناوي، لكن كما قلنا هذا الحذر اللي يلعب به فريق الداخلية يدافع قد يكون خطر على بتروجيت في قادم الدقائق وفي الشوط الثاني بالتحديد. نعم نسبة الاستحواذ وامتلاك الكرة عالية جدا عند فريق بتروجيت، لكن دون إيجابية الأداء من الناحية الفعالية الهجومية الغائبة بشكل كبير من جانب فريق بتروجيت. ترجع الكرة مرة ثانية، وخاصة بأن فريق الداخلية يعتمد بصورة كبيرة على انطلاقات سريعة يتميز بها بالطبع مهاجمي فريق الداخلية، وخاصة سريال بايلا ومحمد جمال والشعراوي في الهجوم بانطلاقات المحاور فريد شوقي وعبد العزيز موسى وإيميل إيمانويل إيجيبتور، ميس باس كثير جدا. أوه تدخل واضح، طبعا الجهاز الفني لفريق بتروجيت يطالب بإنذار في الكرة الماضية، ربما يعاتبون الحكم على الإنذار اللي أخرجه في اللحظات الأولى من بداية المباراة لفريق بتروجيت للاعب محمد دبش في أول 3 دقائق، تحصل على الكرت الأصفر. نشاهد الفاول، تنفذ الكرة مرة ثانية، تلعب سريعة والغرباوي يخرج خلف المدافعين. هذه الكرة لعبت من جانب فريق بتروجيت وخاصة عن طريق أحمد مجدي. ترجع الكرة مرة ثانية، إيمانويل إيجيبتور تنقل الكرة سريعة، عاصم مقطوعة منه، عامر حسن ينطلق يحاول يمر، تصطدم الكرة بعاصم سعيد وإلى خارج الملعب، رمي التماس. 37 دقيقة في شوط أول، التعادل السلبي هي النتيجة في أداء يفتقد إلى الإيجابية بشكل كبير من الفريقين من الناحية الهجومية. ترجع الكرة 1-2 لشبيطة، ينقلها ومحاولة تسديد من أسامة محمد ولكن بعيدة يسارية تذهب إلى ضربة مرمى. هذا هو أسامة محمد. دخلنا الآن في 28 دقيقة، طبعا المباراة بدون روح، غياب الجمهور، الجمهور دائما رقم واحد على قول جماهير النادي الأهلي، جمهورنا ون. وأكيد ما رأيناه الروح والدور الفاعل اللي لعبته جماهير الأهلوية في مباراة الأهلي ويانج التنزاني،
يانج افريكانز واللي انتهت بطلوع الروح الحقيقة بفوز ثمين جدا برأسية ذهبية لصاحب السعادة عبد الله السعيد اللي سجل هدف من الأهداف الجميلة ولأهل أهلي دور المجموعات. في المقابل أيضا حمودي الزمالك أتى من الجزائر بتعادل وبهدف اللي سجله في اللحظات الأخيرة بتأهل الزمالك لدور المجموعات. الأهلي والزمالك الأكثر فوزا بالألقاب الأفريقية في دور المجموعات. تجتد الأمور، تجتد الأجواء أكيد، وفيها دور المجموعات من الأندية العربية، فيه هناك الواك الوداد البيضاوي المغربي، هناك أيضا وفاق سطيف الجزائري في أسيك بيموزا من الأندية الأفريقية، الأوفواري الفريق المعروف سيكون أيضا من الأندية المتواجدة في الدوري أو دور المجموعات. والأمور من الأندية تكون صعبة جدا في مواجهة الدور المجموعات اللي ستجرى قرعتها في الشهر المقبل، والأمور أكيد ستكون في الواجهة نظرا لوجود عملاقين من الأندية الأفريقية في هذه البطولة في دور المجموعات الأهلي والزمالك. تنفذ الكرة من هناك ورصيد جعفر في السهلة، الكرة عند الغربوي، رصيد أحمد جعفر لعادة مرة ثانية لهذه الكرة الفاول اللي لعبه عمرو حسن. 40 دقيقة مرت في شوط المباراة الأول، التعادل السلبي 0-0 هنا في استاد السويس الجديد في مدينة السويس. لم ينجح فريق بتروجيت للوصول إلى الشباك، لم يستفد من عامل الرياح في دقائق هذا الشوط الأول من عمر المباراة. كما قلنا فريق عمره 36 عاما هو فريق بتروجيت، وفريق عمره 11 سنة لازال يحبو في الدوري الممتاز، لازال يبحث عن سجله ويسجل اسمه في أعرق وأقدم دوري على صعيد القارة الأفريقية إيجيبشن بريمير ليج لزعيمه النادي الأهلي، وأيضا لولي عهده نادي الزمالك أكيد الأكثر ألقابا والفوزا وانتصاراتا بالدوري المصري. انطلاقة مرة ثانية الآن سريعة من هناك، ولكن سهلة الكرة تصل عند الغرباوي. الختام الهجمة ضعيف جدا من جانب فريق بتروجيت، واضح فريق الداخلية يريد إنهاء هذا الشوط. عامل الرياح أثر عليه بشكل كبير، جعله يتقوقع في منتصف ملعبه في مجمل دقائق هذا الشوط بشكل ملحوظ. الرياح واضحة قوية، لم يستفد منها طبعا فريق بتروجيت. كما نرى أرى وتصور أن الداخلية في الشوط الثاني سيكون بشكل أشرس، سيكشر على أنيابه بشكل إزعاج كبير لفريق بتروجيت. الشوط الثاني متوقع يكون أحسن بكثير من هذا الشوط، لأن واضح المعالم حتى الآن الأمور متخوف فريق الداخلية كما قلت من عامل الرياح، فلذا تقوقع في منتصف ملعبه في منتصف في معظم دقائق هذا الشوط أو جل دقائق هذا الشوط. نحن خلاص على أعتاب نهاية الشوط الأول من المباراة 0-0. هل تكتيكيا نجح فريق الداخلية في جر فريق بتروجيت إلى ما يريده؟ حتى الآن الأمور يبدو ماشية كما يريدها الكابتن علاء عبد العال، أي نعم دون أي خطورة على مرمى الشناوي، لكن كما قلت أسبابه بالنسبة لفريق الداخلية بأن ربما عامل الرياح يتشكل عليه ضغط في هذا الشوط. تعود الكرة مرة ثانية، عاصم يشتت، تنقل الكرة طويلة، ترجع الكرة الآن محاولة في آخر اللحظات في شوط المباراة الأول لفريق الداخلية. كرة عرضية، دبش في التغطية، عمرو يلعبها لشبيطة،
ترجع مرة أخرى مقطوعة مع موسى من هناك، تمشي الكرة للشناوي لدبش، أحمد الشناوي لدبش، دبش طويلة باتجاه جيمس تيدي، انطلاقة مرة ثانية في محاولة من يعقوب لكن مقطوعة منه، ترجع الكرة مرة أخرى لصالح فريق الداخلية، عودة من يعقوب، مقطوعة من يعقوب ترجع لصالح فريق الداخلية في المنتصف، في صافرة من حكم المباراة وليد عبد العزيز، خطأ لصالح فريق الداخلية قريب من الكرة، انذار وحيد في المباراة كما قلنا لدبش مع مطلع دقائق هذا الشوط الأول، الفاول يكون لصالح محمد جمال رقم 20، الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت القانوني لشوط المباراة الأول، بتروجيت 0 الداخلية 0، كرة تلعب في الأمام مرة ثانية، ترجع الكرة الآن لانطلاقة يعقوب، يحاول يمرر الكرة باتجاه جيمس تيدي ولكن تصدم بعاصم، ترجع مرة ثانية لمتابعة الغرباوي، عودة الكرة الآن لصالح سيريال بايلا، طويلة في الأمام، ترجع لصالح فريق بتروجيت، شوط عادي فنيا كما ذكرت، تعود الكرة لصالح فريق الداخلية، وأخطاء كثيرة يرتكبها لاعبو فريق بتروجيت في افتكاك الكرة، تعود مرة ثانية في انطلاقة من إيمانويل، تنقل الكرة الآن ومحاولة فريق الداخلية في لحظاتها الأخيرة، دبش في التغطية والتشتيت، تمشي الكرة مرة أخرى في هذا الحوار العشوائي وفي صافرة لصالح فريق الداخلية، خطأ في منتصف ملعب فريق بتروجيت، 45 دقيقة انتهت، خلاص الوقت القانوني، كم من الوقت يحتسب؟ أعتقد لن يتجاوز الدقيقة والدقيقتين على الأكثر، نعم دقيقتان كوقت بدل ضايع يحتسبهم حكم الساحة، تمشي الكرة من هناك، ما فيش تسلل ولكن في النهاية تذهب إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، دخلنا في الدقيقة الأولى من الدقيقتان المحتسبتان كوقت بدل ضايع، كابتن طلعت يوسف، شوفوا الإعادة مرة ثانية، التسلل في هذه الكرة ولكن هذا الفاول، إعادة الفاول وليست إعادة حالة، إن كان هناك تسلل أم لا، أعتقدش كان تسلل في الكرة الماضية لفريق الداخلية، خلاص الدقيقة ونصف المتبقية الآن من الدقيقتان، الشناوي طويلة يلعبها في منتصف الملعب من هناك متابعة إيجبتور، تمشي الكرة لسيريال بايلا اللي يعول عليه كثيرا ربما في الشوط الثاني الكابتن علاء عبد العال، بالنسبة لبايلا اللي يصيب أيضا ولم يكمل مباراة أمام نادي الزمالك ولكن في المقابل حصل على نقطة ثمينة الحقيقة أمام نادي الزمالك، تمشي الكرة مرة ثانية يعقوب، يعقوب يحاول يمر تخلص من أمامه إيمانويل إيجبتور إلى سيريال بايلا إلى إيمانويل، هناك لاعب من فريق بتروجيت واقع على الأرض سلامات وهو بالطبع 29 يعقوب، نرى طبعا كابتن طلعت يوسف، شوط أول لم ينجح في فريق بتروجيت للوصول إلى شباك الغرباوي بشكل عام، ما كانش فيه تهديد خطير، ما فيش فرص حقيقية في هذا الشوط، خلاص الوقت البدل الضايع أوشك على النهاية، شوفوا الإعادة للإصابة اللي تعرض لها يعقوب في هذه اللحظات، الكرة كانت شيء فاول أصلا، تعود الكرة مرة ثانية لنادي الداخلية بعد استئناف اللعب، أعتقد أن الصافرة حكم المباراة وليد عبد العزيز أصبحت قريبة في هذه الأثناء، يمشي الكرة من هناك ويصفر في هذه اللحظات وليد عبد العزيز معلن عن نهاية الشوط الأول للقاء بتروجيت والداخلية، التعادل السلبي، أداء السلبي في هذا الشوط هنا في استاد السويس الرياض، غزل المحلة والإسماعيلي في تحية الجولة 25 والتعادل 2-2 في مباراة بدأها فريق الإسماعيلي الحقيقة في شوط أول بهدفين للصفر لتوريك جبرين وإيمانويل بنهني، وفي المقابل سجل في الشوط الثاني غزل المحلة يحاول أن يترك بصمة قبل أن يعود إلى دور المظاليم
وطبعا مهدي صبحي وابراهيم حسن هدفي فريق غزل المحله. اذا صافره وليد عبد العزيز تنطلق او يستعد لاطلاقها في هذه اللحظات معلنه على بدء الشوط الثاني. نعم تنطلق المباراه في شوطها الثاني وضربه البدايه مع فريق بتروجيت. لا تغيير يذكر على للفريقين. اذكر بتشكيل فريق بتروجيت في هذه المباراه لحراسه المرمى: محمد الشناوي في قلبي الدفاع، حسام حسن 5، محمد دبش 4، وعمر حسن رقم 7، وسامة محمد 11. في وسط الملعب أحمد مجدي 6، مصطفى الشبيطة 23، أحمد الشناوي 12، جيمس تيدي 20 أمامهم، وشيبو يعقوب 20، رأس الحربة الصريح أحمد جعفر. الداخلية الغرباوي لحراسة المرمى: رشاد فاروق 6، شهاب الدين محمد 15، رجب بكار 2، عاصم سعيد 22، إيمانويل إيجبتور رقم 25، فريد شوقي رقم 5، وعبد العزيز موسى رقم 4، ومحمد جمال رقم 20، وسريال بيالا 31، وأحمد شعراوي كراس حربة رقم 23 الذي لم نراه، ذكرنا اسمه في التشكيل في بداية الشوط الأول لكن في الشوط ما ذكرناش في أي محاولة كانت بالنسبة لفريق الداخلية. إذن فاول لصالح بتروجيت، تدخل اللي كان لعاصم ودفعة واضحة اللي دفع فيها يعقوب. نشاهد الكرة خطورتها على مرمى فريق الداخلية، وإنذار يكون لعاصم. عاصم سعيد يتحصل على الكرت الأصفر. الشوط الأول شاهدنا في بداية المباراة لدبش من جانب فريق بتروجيت، والآن من الداخلية عاصم سعيد يتحصل على الورقة الصفراء. أسامة محمد في التنفيذ يحول الكرة، وأبعدها كمدافع في كرة خطيرة جدا. هل هي رأسية بعد أن لعبها جعفر؟ اصطدمت مصطفى شبيطة الكرة الماضية اللي مش المدافع اللي أبعدها. في فاول الآن لصالح فريق الداخلية. الكرة الماضية سنرى إعادتها، لعبها رأسية جعفر من كرة أسامة محمد، وأعتقد اصطدمت بلاعب فريق بتروجيت. ترجع الكرة مرة أخرى لصالح فريق بتروجيت. من هناك يعقوب تماس. أولى دقائق شوط المباراة الثاني في 7:30 اليوم الثالث، مباريات الأسبوع 25، اتحاد الشرطة وأسوان. فرصة الأمل، فرصة تعزيز هذا الأمل بالنسبة لفريق اتحاد الشرطة أمام الفريق أسوان. وغدا مباراتين من اللقاءات الهامة في هذه الجولة: المصري البورسعيدي وادي دجلة في 5:30، وطلائع الجيش واتحاد اسكندري في 8:00. تمشي الكرة من أسامة، ضاعت منه، عودة من مجدي وتماس لصالح فريق بتروجيت. دقائق 5 الأولى من الشوط المباراة الثاني. تلعب الكرة من هناك، يحاول يمر شبيطة هيها بشكل سريع لكن إلى خارج الملعب تماس. إذا البداية شبيهة تماما لما كانت عليه في دقائق الشوط الأول من المباراة. رمي التماس الآن في تنفيذها، أسامة محمد، هذا هو جعفر. أسامة محمد يلعب رمي التماس طويلة داخل منطقة الجزاء، جيمس تيدي. من هناك شعراوي خلص الكرة لأسامة، ترجع لمجدي، حسام دبش طويلة من في الأمام، أسامة، أسامة محمد والكروس عرضية باتجاه جيمس. ترجع الكرة من دفاع فريق الداخلية، تنقل مرة ثانية، محاولة ضاغطة الآن لأصحاب الأرض. بتروجيت يعقوب، يعقوب 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 هي، أوه، في محاولة خطيرة من جانب فريق بتروجيت في هذه اللحظات، ولكن في النهاية تكون عند الغرباوي. هذا هو شيبو يعقوب في هذه الكرة اللي كانت لفريق بتروجيت. لمسة يد
في دائرة منتصف ملعب اللي في ملعب فريق الداخلية. مصطفى شبيطة يحول كرة لجعفر، يا ولا أحلى، عامر حسن يحاول يمر، كرة مرة ثانية والتغطية إلى خارج الملعب. بتروجيت يهاجم الآن والداخلية يدافع. عمرو تمشي من الشناوي لعمر، شبيطة إلى عمر أو جعفر هذه، لكن كرة بعيدة من جعفر تصل عند الغرباوي. كما قلت لقاء الذهاب انتهى 1-0 لصالح الداخلية. تنقل الكرة السريعة تصل عند الشناوي اللي ما ذكرناش كثيرا في المباراة الحقيقة، محمد الشناوي. ما فيش أي خطورة على مرمى، لكن فيه أحمد الشناوي أيضا في وسط الملعب. تعود الكرة الآن لفريق الداخلية في انطلاقة سريعة للبحث عن الجديد في هذه المباراة. دائما الصعوبة أن ترى المباراة بهذه الركاكة بهذا الأداء وهذا الرتم الضعيف جدا، يعني الأمور تصعب حتى على المعلق، حتى على اللي يتابع واللي يشاهد واللي يتفرج. كل الأمور مع المباراة في هذا الأسلوب السلبي في مجمل ما شاهدناه في الدقائق. عموما لعل وعسى أن يكون قادم الدقائق تحمل الكثير والجديد والأحسن والأفضل والأجمل. وهذه كرة من هناك إلى جعفر، ولكن لعبها بطريقة غريبة، كان عدة قرارات يتخذها في هذه الكرة فضاعت، فلعبها بهذه الكيفية اللي غير العادة من جعفر. تعود الكرة مرة ثانية، 1-2 تنقل من إيمانويل، ترجع الكرة لعادة مرة أخرى لهذه الكرة جعفر. كما رأى فيها حاول أن يلعبها رأسية لوب، لكن بالطبع كان له قرار أو يبصيها ويأيها فتلخبطت الأمور فذهبت الكرة بهذه الكيفية وبهذا الشكل اللي شاهدنا عليه. 7 دقائق من شوط المباراة الأول اللي مرت من المباراة. هذا هو محمد أسامة، محمد حسام دبش أو محمد دبش. كرة إلى خارج الملعب، تماس بدلاء نادي الداخلية يقوموا بالإحماء، هم أحمد الطاوي لاعب ممتاز رقم 10 وجياد جنيدي رقم 24، إسلام عبد النعيم رقم 18 ومحمود منصور رقم 12، عامر صبري رقم 11 وبوبا مونسا رقم 13. أما بدلاء احتياطي فريق بتروجيت صبحي، محمد صبحي، هشام أبو خليل، شيميليس بيكيلي، المعتصم السالم، محمد حمودة ومحمد رجب، كريم طارق أيضا له عنده بدائل مهمة جدا بالنسبة للكابتن طلعت وأيضا الكابتن علاء عبد العال، خاصة علاء عبد العال عنده إسلام عبد النعيم وأحمد الطاوي لاعبين ممتازين جدا. رمي التماس الآن لفريق الداخلية مع دخولنا في 10 دقائق من شوط المباراة الثاني. رمي التماس رجب بكار اللي أدى مباراة رائعة أمام نادي الزمالك، حتى الآن لم يؤدي من تلك المباراة بأداء نصف تلك المباراة تماما بالنسبة لرجب بكار. عودة الكرة من هناك، تنقل الكرة لصالح فريق بتروجيت، شبيطة كرة ما فيها شيء يقول حكى المباراة تقطع من مجدي، تنقل سريعة في محاولة خطيرة سيبايلا، تهيأ كرة عرضية وخطرة، أوه هل هي ركلة جزاء؟ ماذا يقول حكى المباراة؟ اللي هي اعتراض لكن إشارة لضربة مرمى. فريق الداخلية نشوف الإعادة مرة ثانية، محمد جمال، كرة فيها كلام، وهذا كابتن علاء عبد العال، وكرة الحقيقة لأن فيه كوع اللي كان من أسامة محمد في الكرة الماضية. تنقل الكرة من هناك تعود الآن لصالح فريق بتروجيت، خطأ
سبيطا إذا فاول أخطاء كثيرة مرتكبة على فريق الداخلية في مباراة اليوم. 10 دقائق مرت من الشوط الثاني. أسامة يحول كرة هدف يحيي المباراة، وهذه كرة تفلت من الغرباوي، خروج خاطئ، تمشي الكرة مرة ثانية خطورتها تقل. المتابعة ما كانتش دقيقة، لكن سوء تقدير الغرباوي في احتفاظه بالكرة. تعود مرة ثانية استدام إن شاء الله سلامات الحكم، صفرش فاول لكن في النهاية صفر على سلامة اللاعبة في هذا الاستدام الذي حدث. عموما الأمور حتى الآن إن شاء الله تكون خير. 11 دقيقة من أحداث شوط المباراة الثاني، التعادل السائد في مباراة بتروجيت والداخلية. نشوف الإعادة مرة ثانية. بين حسام في هذه الكرة، الإعادة مرة ثانية، وأيضا هذا الارتقاء الذي كان من قبل أحمد الشعراوي. سلامات إن شاء الله. وطبعا كابتن طلعت في هذه الصورة والحديث مع معاونه، وفي دقائق التي تمر في أحداث شوط المباراة الثاني، ابتسامة الكابتن علاء عبد العال. وهنا نرى بالطبع إيمانويل إيجبتور، هذا الشعراوي. الأمور تمضي في هذه المباراة وكلها بالطبع ينتظر الجديد، النظر الأهداف والكرة أجوال وأهداف هي المتعة الحقيقية في كرة القدم. نعلم بأن الدوريات في مجملها بدأت في مشاويرها الأخيرة في شهرها الأخير، لكن الدوري المصري سيستمر معنا لوقت يتجاوز حتى الشهر ما بعد القادم، نظرا هناك أجندات دولية للمنتخب والاستحقاقات الدولية والتصفيات الأفريقية. كل هذه الأمور في الجولة الأخيرة طبعا مباراة تكون مع المنتخب التنزاني، ولكن بالطبع في استحقاق للأجندة اللقاءات الودية الدولية الفيفا دي. وفي طبعا المهمة سيكون ضغط كبير الحقيقة خلال الشهر الحالي والشهر الجاي والشهر اللي بعده، مع قرب أيضا حلول شهر رمضان المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات بإذن الله. تمشي الكرة من هناك لصالح فريق الداخلية، ساعة من اللعب والنتيجة لازالت 0-0 والتحول إلى خارج الملعب. في إيطاليا اليوفنتوس أشبه للدوري بطلا للسيد العجوز. باريس من زمان حسم الأمور البي اس جي في لوغ آ، الكالتشو يوفنتوس في لوغ آ باريس سان جيرمان. وفي الليغا الصراع يحتدم، بارسا والريال وأتلتيكو مع نسبة الأوفر حظا للفريق البلوغرانا بسبب ضعف المواجهات المتبقية له عكس الريال وعكس الأتلتيك. وفي المقابل في البريمير ليج هناك ليستر يقترب، ولكن يترقب أي ثعر أو عثرة لفريق توتنهام لفريق ليستر، الفارق 5 نقاط. ألمانيا البوندسليغا الحسم هو للزعيم هناك، أكيد سيقترب الأكثر من دورتموند هو فريق الباير مونشن. كل الأمور بالطبع بدأت تتضح في البطولات العالمية. هذه كرة مرة ثانية في انطلاق الآن من جانب نادي بتروجيت أو الداخلية وحالة التسلل. تسلل لإعادة التسلل كان في هذه الكرة، هو طبعا المهاجم الصريح اللي كان هناك بايلا ما كانش
إيجابيا كان سلبا في الكرة الماضية، إذا رفعت الراية عليه فهو ما كانش في وضعية إيجابية يعني يوجب على أثرها احتساب التسلل. إذن في صافرة وخطأ. عموما المباراة كما قلت الفريقين متخوفين من الخسارة، راضين بما هو موجود، يعني الحذر اللي نراه في هذه المباراة والمسيطر على مجمل هذه الدقائق التي نراها ونتابعها مشاهدينا الكرام هنا عبر قناة الحياة. تدخل واضح وتلعب الكرة سريعة من هناك، يحاول شبيطة يحافظ على كورته، تعود وتنقل مرة ثانية، والمتابعة السريعة الآن في محاولة سيريات بايلا، يرجع الكرة لمتابعة انطلاقة فريق الداخلية، تحضير ممتاز لهذه الكرة ممتازة. أوه الحلو يبان من أوله، وهذه الكرة الخطيرة عاصم سعيد في كرة الأجمل في نقلات الأحلى في أخطر وأجمل كرة في المباراة، بعد ساعة من الأداء نرى في كرة خطيرة للغاية. شوفوا الإعادة مرة ثانية، مرور ممتاز ولكن العارضة حالت دون دخولها لشباك الشناوي. في كرة الأخطر والأجمل في المباراة رأيناها في دقيقة 62 لفريق الداخلية كادت أن تأتي بالجديد. تنقل الكرة مرة ثانية، تعود الكرة سريعة 1-2 في محاولة من جانب فريق بيتروجيت، ينطلق من هناك انطلاقة سريعة ويحاول يمر عمر حسن، ولكن يتحصل الحكم ماذا يقول؟ لا شيء، اللاعب وقع الأرض. بكل روح رياضية تحول الكرة إلى خارج الملعب، تكون رمي التماس لإعادة مرة ثانية. عمر حسن حكم المباراة ما اعتبرهاش فاول على إيمانويل إيجبتور في الكرة الماضية. حتى الآن كما قلنا الكرة الأجمل والأخطر هي اللي كانت لعاصم على مرمى محمد الشناوي في هذه المباراة. رمي التماس، النقل سريعة، كل روح رياضية ترجع لفريق الداخلية. ربما الأمل يأتي في بيكيلي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، اللي نعيش اللحظات الأولى والربع الساعة الأولى اللي فاتت من شوط المباراة الثاني في أول الاختيارات ليكون لطلعت يوسف في التغيير الذي سيكون في هذه الأثناء كأول ورقة يستخدمها، لعل وعسى أن يأتي بالجديد ويحتاج للاعب بلي ميكر بأداء وسرعة اللاعب الأثيوبي شيميليس بيكيلي. إذن أحمد مجدي هو الذي يغادر في هذه اللحظات، أو عفوا الشناوي، نعم أحمد الشناوي رقم 12 وشيميليس بيكيلي يغادر في هذه الأثناء. ضربة مرمى محمد الشناوي يحولها طويلة، من هناك المتابعة تعود لصالح فريق الداخلية في معركة وسط الملعب، مع التحسن اللي طرى نسبيا على أداء فريق الداخلية من ناحية التحضير الهجومي للوصول إلى مرمى الشناوي. ترجع الكرة بيكيلي في أول لمسة الحلوة باتجاه جيمس تيدي، لكن تغطية حاضرة من رشاد فاروق كابتن طلعت يوسف. ترجع 1-2 كما نستمع إلى صوت الرياح، الرياح قوية جدا في ملعب المباراة في استاد السويس الجديد. تنقل الكرة من جيمس، عودة مرة ثانية، عمر مقطوعة، عمر يقطعها مرة أخرى تمشي لجيمس، جيمس يحاول مع شيبو يعقوبو، وحالة التسلل على عمر حسن في الكرة الماضية. 20 دقيقة نلعب الآن في الشوط الثاني، بيتروجيت والداخلية التعادل السلبي 0-0. التسلل ما كانش موجود على الإطلاق، هناك كان مغطي بشكل واضح رجب بكار في الكرة الماضية، كاسر الإفصاي أو كاسر التسلل من جانب فريق الداخلية. الغرباوي
يلعب الركلة الغير مباشرة في الأمام، تعود مرة أخرى من جانب رشاد دبش، تعود لمجدي أحمد مجدي إلى عمرو حسن، ينقلها في وسط الملعب اتجاه جعفر، تنقل الكرة وهذا الحوار وهذا العراك في وسط الملعب على هذه الكرة بهذه العشوائية، ترجع منك من رجب بكار، أي كلام سهلة عند الشناوي. مباراة كما قلت نتيجتها السلبية وأدائها السلبي هو الذي يطغى في الساعة والخمس دقائق اللي مرت من أحداث هذا الشوط الأول في هذه المباراة. الرغبة لتحقيق الانتصار مش موجودة، المهم لا أخسر، هذا هو الشعار الموجود. جاء الهدف في أي لحظة ممكن سرقة المباراة سواء من الداخلية أو من بتروجيت بشكل عام، يعني كفرجة كمتابعة ككرة حلوة كتحضيرات كبناء هجمات ما رأيناش هذا الشيء. كل هذه الأمور وخاصة كما قلنا الفريقين ما يلعبوش تحت ضغوط، يعني لا ضغوط الهبوط ولا ضغوط المنافسة على الدوري وعلى الدرع، فهي ربما تكون عندهم دوافع وطموح أن يكونوا في أفضل مركز. هذا أيضا الطموح مش موجود في أداء اللاعبين، والرغبة الوحيدة أن لا أخسر في هذه المباراة. فكيفية الأداء كان على جمالية المباراة، يعني إمكانية اللعيبة اللي موجودة في الفريقين يعطونا أفضل مما نراه في مباراة كما قلت حالتها سلبية منذ بدايتها. لعل وعسى هدف يحسن ويلطف من الأجواء ويهدي من الرياح العاتية اللي نراها في استاد السويس. كرة تتجاوز خط التماس، هذا هو أسامة محمد في منتصف شوط المباراة الثاني، والحال كما هو عليه في شوط الثاني الأول، نحن في منتصفه الآن، نفس الحال نفس الوضعية نفس الأداء نفس الرتم. رمي التماس لم تخرج بعد، تمشي الكرة مرة ثانية سريال من هناك إلى أحمد، ترجع من يعقوب، نراه في تحركاته في كل مكان ولكن فيها شيء من العشوائية أحيانا بعض التحركات لاعبي الفريقين، فلذا الميس باس نراه بالجملة حدث عنه ولا حرج في هذه المباراة. تعود مرة أخرى واحدة اثنين، والتمرير الشعراوي يحاول اللحاق بها ولكن الأقرب لها الشناوي، حارس أيضا دولي لم يأخذ الصفة الأساسية مع المنتخب ولكن من الحراس البديلة، ولكن إمكانياته ممتازة بالنسبة لمحمد الشناوي. ترجع الكرة مرة أخرى لصالح، وهو موسم استثنائي بالنسبة له مع فريق بتروجيت، وهذه كرة عرضية ولكن في النهاية تذهب إلى خارج الملعب ضربة مرمى. الفارق كما قلت بين الفريقين هو 3 نقاط. أنا أبحث عن أي حجة نقول هناك طموح هناك دافع هناك إصرار هناك عزيمة لرغبة تحقيق المكسب في هذه المباراة. فريق بتروجيت يبعد عن الداخلية 3 نقاط، الطموح للوصول إلى هذه النقاط مش موجود. الخيار القادم سيكون بالنسبة لفريق الداخلية مع التغيير للاعب إسلام عبد النعيم اللي نذكره بالهدف الذي لم يحتسب له في مرمى الزمالك من كرة ثابتة، وبالطبع اليوم سيكون الورقة الرابحة لفريق الداخلية يعتمد عليها على عبد العال. الورقة الصفراء الثالثة في المباراة والثانية على فريق الداخلية تكون هذه المرة لعبد العزيز موسى رقم 4، اثر تدخله على شيبو يعقوب في هذا الدفع الواضح 70 دقيقة في هذه المباراة. إذن التغيير الأول لفريق الداخلية إسلام عبد النعيم مكان موسى اللي تحصل على إنذار منذ الأثناء. في هذه الأثناء عبد العزيز موسى يغادر وإسلام عبد النعيم يدخل، وفي تغيير ثاني يكون لفريق بتروجيت في هذه الأثناء، محمد رجب اللي طبعا شاهدناه في مواسم سابقة له دور كبير في التهديف، يحاول أيضا إسلام عبد النعيم ولكن أيضا نرى محمد رجب، لعل أن يكون هذه الدقائق تعيد محمد رجب إلى التهديف. عموما تغيير جيمس تيديو، يدخل محمد رجب من جانب فريق
بتروجيت يرد على تغيير بهجوم سريع، وهناك لاعب اعتقد ايمانويل جبتور من جانب فريق الداخلية واقع الارض. كما قلنا الداخلية اجرى تغيير الاول اسلام عبد النعيم مكان عبد العزيز موسى، وبتروجيت اجرى تغييرين. 20 دقيقة الباقية من عمر المباراة، لعلنا نرى فيها ما لم نراه في 70 دقيقة اللي فاتت في مباراة كما قلت وقف فيها الطموح عند الحد وحدود التعادل حتى الآن. ألا أخسر هو الشعار الذي نراه في هذه المباراة، لكن عندهم فرصة كبيرة للفريقين للمكسب فيها يعني الكثير. لو رأينا ولاحظنا الداخلية المكسب يصعد به للنقطة 40، وحتى عنده حظوظ ينافس على المركز الثاني، يعني المركز الثاني يؤهل للكاف تشامبيونز ليج، والمركز الثالث للكونفدرالية الأفريقية. يعني في المفروض يكون عنده هذه الدوافع وهذه الرغبة لتحقيق المكسب مع تحسين الوضعية في الترتيب العام. الصراع موجود، كل شيء ممكن، وكل فرق ستلاعب بعضها خاصة في منطقة اللي كما يقال مزدحمة في معمعة المركز الثاني حتى المركز السادس والسابع، فمواجهات ستكون حاسمة جدا. والزمالك الذي يحاول أن يمني النفس يعيد أماله في المحافظة على اللقب، وهو الأمور ليست بالمستحيلة ولكن فيها شيء من الصعوبة الكبيرة لنادي الزمالك اللحاق بالنادي الأهلي وقطار النادي الأهلي اللي انطلق بفارق 11 نقطة. فالأمور أصبحت في غاية الصعوبة في ظل ما نراه من مستويات بعض الأندية ومفاجآت في بعض المباريات التي رأيناها. تنقل الكرة مرة ثانية، تعود وإلى هناك طبعا فاول، سلامات أو الحكم ما أشارش إلى فاول، لكن لاعب أحمد الشعراوي واقع الأرض، الشيء اللي ربما تحدثت عنه في الاستوديو التحليلي قبل المباراة اللي لفت النظر هو مصطفى جابر حارس مرمى فريق الترسانة، ولطريقة لعبه لركلة الترجيح اللي كانت كفيلة لترجح فريقه الشواكيس إلى العودة إلى دوري الأضواء في مباراة تحديد الصاعد للممتاز أمام طبعا الشرقية، ولعب ركلة الترجيح بطريقة وحتى ميسي ما لعبها يعني. ولكن ما انتبهت إليه إلى حديث مصطفى جابر أنه يلعب الطريق بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، يعني ما فيش لاعب في العالم يلعب ركلة ترجيح في وقت حساس بهذا الشكل إلا الحالة واحدة فقط، اللي عايز شو، اللي عايز حد يتكلم يضيع الكورة ويضيعها عادي بهذه الطريقة. فهذا حقق مراده وغايته وهدفه، ليس هدف الفريق، فحقق هدفه أن الكل يتحدث عنه. لو لعبها بطريقة عادية وسجل ما حدش يتكلم عنه، لكن لعبها بهذه الطريقة الكل عشان يتحدث عنه بهذه الأسلوب وبهذا الطريق. خلينا واقعيين ونقول الأمور واضحة، الحارس أراد الشو لنفسه على حساب ناديه، هذا هو العنوان الواضح لمصطفى جابر، فهو حقق مراده والإعلام حقق له هدفه طبعا من هذا الطموح، يلعب ركلة جزاء بهذه الركاكة بهذا الاستهزاء أكيد لابد أن يعاقب، لا يعني يعتذر للجماهير للشواكيس يعني بهذه الطريقة يعني. هذا بالطبع وجهة نظر يعني، هذا ما رأيته، الاستهزاء في تنفيذ ركلة الترجيح في مباراة مصيرية. التحليل البارز كما قلت هو الشو لنفسه، وان شو بالنسبة لمصطفى جابر حارس مرمى الترسانة. تمشي الكرة مرة ثانية، وهذه محاولة لفريق بتروجيت، رقب يلعب الكرة الوراء شبيطة إلى رقب، تنقل الكرة مرة ثانية مقطوعة من دفاع فريق الداخلية. ربع ساعة الأخيرة، ساعة وربع الفريقين صائما على التهديف في هذه المباراة. ترجع الكرة مرة أخرى الآن متابعة من يعقوب، دبش حسام
احمد مجدي تنقل الى شبيطة، يلعبها ليعقوب، يحضر كرة الان فريق بتروجيت. 1-2 يعقوب الى بيكلي، مقطوعة من بيكلي، ترجع الكرة سريعة في انطلاقة من هناك في محاولة اسلام نعيم، عبد النعيم، اسلام عبد النعيم ومع دبش، اسلام عبد النعيم، اسلام لاعب مهاري، حاول مرة ثانية فريق الداخلية، ترجع الكرة من هناك ينقلها احمد مجدي، يحولها سريع الى رجب، رجب كرة مقطوعة من امامه، ترجع من رشاد، رشاد يحول الكرة لصالح فريق الداخلية في المنتصف، ما زالت الان والتمريرة السريعة ولكن مقطوعة من دفاع بتروجيت. اسامة الى شبيطة، تنقل الى بيكلي، بيكلي في المنتصف الى احمد، يحول الكرة من هناك لاسامه لعمر، عمرو يمر، عمرو يحاول لكن كرة تقطع، ترجع من ايمانويل، تعود الان سريعة لفريق الداخلية في المنتصف، يحاول بالطبع فريق الداخلية لوصول هدفه في هذه المباراة ولكن خروج الشناوي، منعرج خطير في الدقائق ال 14 المتبقية من المباراة، تنقل الكرة سريعة باتجاه جعفر، يحاول ولكن الكرة فاول للغرباوي. هل تحسم الأمور خبرة جعفر أو طموح اسلام عبد النعيم؟ سنرى فيما تبقى من وقت في هذا اللقاء. هذا الغرباوي حارس مرمى فريق الداخلية. التغيير الآن الثاني بالنسبة لفريق الداخلية، رقم 13 فريق الداخلية يدخل الآن وهو بوبا مانسا في ثاني التغيير مكان أحمد الشعراوي. إذن الشعراوي يغادر ويدخل مكانه بوبا مانسا. هذا هو بوبا مانسوا مهاجم في فريق الداخلية. إيمانويل جبتور أصبح يعتمد أيضا، إيمانويل جبتور وسريال بايلا وكذلك بوبا مانسا بالنسبة لفريق الداخلية. الشناوي يحول كرة طويلة، تنقل من هناك، تقطع وتعود لصالح نادي الداخلية. المباراة تسير إلى التعادل السلبي، من سيخطف للنتيجة في النهاية؟ الحقيقة الفريقين ما يستحقوش الانتصار، ما يستحقوش ثلاث نقاط. تنقل مرة أخرى لصالح فريق الداخلية في المنتصف، إيمانويل يحولها من هناك، عاصم، ترجع إيمانويل، تعود للخلف في محاولات من جانب فريق الداخلية، رجب، كرة مقطوعة من فريد أو من إسلام عبد النعيم، تعود مرة أخرى لمجدي، لأسامة محمد، أسامة، أوه تدخل واضح، فاول وإنذار ثالث في المباراة، وليد عبد العزيز إنذار مع تصافح باليد، يتقبل بكل روح رياضية هذا الإنذار بالنسبة لشهاب الدين محمد. التغيير الثالث الآن بالنسبة لفريق بتروجيت والتغيير الأخير، 18 في هذه الأثناء مع هذا التغيير، وهو هشام أبو خليل مكان شيبو يعقوبو في الدقيقة 79، التغيير الثالث والأخير. يعني لعب بكل الأوراق الآن الكابتن طلعت يوسف، جعفر 1-2 مع أيضا مقطوع الكرة من أمامه من جانب أحمد مجدي، ترجع الكرة مرة ثانية من ويلي جبتور، أوه تدخل واضح وفاول لصالح فريق الداخلية. الدقائق العشر الأخيرة المتبقية في المباراة، في هذا الاندفاع الذي كان من قبل مصطفى شبيطة على إيمانويل إيجبتور في هذه الكرة، حكم كان قريب من الكرة تماما، فاول لصالح فريق الداخلية، طويلة تلعب في الأمام من شهاب، تنقل الكرة ومحاولة البحث عن الجديد الغائب في هذه المباراة في 80 دقيقة، مرت
من عمر هذا اللقاء هنا في استاد السويس الرياضي الجديد في مدينة السويس، واللقاء في ثاني مباريات الأسبوع 25 من الدوري الممتاز المصري في موسمه 2015-2016. انطلاقة من هناك إسلام عبد النعيم ما زال يحافظ على كورته، ترجع للخلف دبش، كرة طويلة في المتابعة لصالح فريق الداخلية، في انطلاقة مرة ثانية، واحدة اثنين، تلعب عرضية ولكن تحول الكرة إلى خارج الملعب، رمي التماس. إسلام عبد النعيم، هذه اللحظات تعاقب من؟ هل يخطف بتروجيت المباراة أم الداخلية؟ دقائق العشر المتبقية هي الكفيلة بأن تحدث الجديد، ولكن من وجهة نظري الفريقين لا يستحقوا مكافأة الفوز، الثلاث نقاط لا يستحقونها لأنهم أفقدون شيء مهم في كرة القدم، هي المتعة، هي الأداء الإيجابي، الروح الفوز غائبة عن الفريقين، روح الانتصار غائبة، أداء الجمالي غائب، التحضيرات في الكور غائبة، كل شيء جميل في كرة القدم غائب في هذه المباراة. تمشي الكرة من هناك، جعفر، لكن التحول إلى خارج الملعب. كل اللي حاضر، كثرة الأخطاء في التمرير بالجملة حدث عنها ولا حرج، غير ذلك ما فيش أداء، في متعة كروية. ربما نحن كعرب لا نتقبل النقد، ولكن هذه الحقيقة التي لا أغفل عنها ولا أيضا أستطيع أن أغطيها، يعني تماما كما يقال المثل العربي الشهير، الشمس لا تغطى بالغربال. الأمور واضحة والفريقين دون المستوى في أدائهم الفني، وكرة من هناك من بيكيلي دون المستوى بأداء فني ضعيف جدا، يعني الحذر كان سائدا في المجمل، فكان الخوف من خسارة النقاط الثلاثة، الكل عامل حسابه، لكن مش لهذه الدرجة. حتى الإبداع والحلول لم نجدها في هذه المباراة، بالرغم أن عندهم عناصر، عندهم إمكانية يقدموا أفضل من ذلك، يعني هذا ما نراه، ما شاهدناه في كثير من المرات، سواء لبتروجيت أو للداخلية، رأينا في مباريات جميلة وأشهدنا بهم، لكن اليوم في أدائهم كان عيبه الحذر الشديد والتخوف الشديد. عموما الكرات الثابتة، مباراة تخلص بكرة ثابتة من مكان خطير جدا على مرمى الغرباوي، وبالطبع على عبد العال يحتاج على قرار حكم المباراة احتساب الفاول، وإنذار الآن لإسلام عبد النعيم اللي كان قبلها طالب بفاول، اللي تحدث عنه الآن على عبد العال في هذه اللقطة. 7 دقائق المتبقية وفيها نرى فيها ربما ما لم نراه في 83 دقيقة اللي مرت. عموما فريق بتروجيت كما قلت عمره 36 عاما، تأسس في عام 1980، واللي شارك في أول مرة في موسم أو وصوله إلى دوري الأضواء كان في موسم 2006-2007، وبالطبع هذا الموسم الثامن مشاركات له في الدوري الأضواء ودوري الممتاز، لكن دائما الفريق اللي كما قلت في موسم 2009 كان حقق 51 هدف كأكثر نادي سجل الأهداف، وهدافه وكان النجم السابق نادي الأهلي طبعا علاء إبراهيم، من النجم السابق لنادي بتروجيت. نشاهد الكرة الخطيرة على مرمى الغرباوي، ولكن التغطية حاضرة من قبل دفاع فريق الداخلية، رمي التماس مع اللحظات الأخيرة في شوط المباراة الثاني والمباراة. كما قلنا بتروجيت اللي تأسس 1980، في المقابل الداخلية اللي تأسس 2005، 11 سنة لازال يحبو في دوري الممتاز، يسعى لأن يسجل اسما ونتائجا في الدوري الممتاز، ليصبح رقم صعب هذا الموسم. كما قلت عانى منه الأهلي وعانى منه أيضا الزمالك في لقاء العودة، لقاء الإياب في المرحلة الثانية، أفقدت الزمالك نقاط المباراة الفوز، المباراة اللي جرت في منتصف هذا الشهر،
واللي انتهت بالتعادل السلبي، فابتعد الزمالك عن الأهلي 11 بونت وتقلصت حظوظه في الحفاظ عن لقبه والدرع الدوري اللي أصبح قريب للنادي الأهلي. ولكن كرة القدم كل شيء فيها ممكن أن تتغير، ليس هناك مستحيل، قد يعود الزمالك، قد يتعثر الأهلي، وقد يوسع الأهلي الفارق، كل هذه الاحتمالات واردة تماما. كما قلت الأهلي مباراته أجلت 24 ساعة، المقرر لها كانت يوم الاثنين أمام نادي سموحة، أصبح موعدها يوم الثلاثاء، أيضا مواجهة صعبة وليست سهلة أمام نادي الأهلي. أكيد سموحة صاحب المركز الرابع الطامح أيضا في المركز الثاني والثالث كذلك برصيد عنده الآن 41 نقطة، يعني فارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني نادي الزمالك، فهذا حد ذاته طموح. ومواجهة الأهلي أكيد خاصة أن تواجه الأهلي كل نادي يكون له هذا الدافع أن تكسب الأهلي في حد ذاته بطولة أو تكسب الزمالك في نفس الشيء. هذا حال كل الأندية عندما تواجه الغريمين التقليديين في كرة القدم المصرية وزعيماها الأهلي والزمالك. انذار لجعفر يتحصل على الكرت الأصفر أحمد جعفر إثر احتجاجه على قرار حكم المباراة، حكم المباراة وليد عبد العزيز لعادة مرة ثانية في هذه الكرة، أو لم يشير إلى أي خطأ، لكن عموما كان احتجاجه على قرار حكم المباراة. رمي التماس تلعب سريع، تعود الآن لصالح فريق الداخلية مع لحظات المباراة الأخيرة التي نعيشها الآن مشاهدينا الكرام عبر قنوات الحياة، لتنقل لكم الدوري المصري اللي كما قلنا لأول مرة 18 ناديا، ولأول مرة يكون بهذا العدد من الأندية، وبالطبع بعد سنوات الحقيقة كانت فيها الأمور غير منظمة تماما، يعود الدوري الأكثر تنظيما بعد سنوات من التخبط في بعض الرزمانة الدوري بشكل عام، لكن الأمور إن شاء الله تكون أفضل وأحسن. وهذا تلقي بدلالة على مشاركات الأفريقية اللي كما قلت الأهلي والزمالك في الكاف تشامبيونز ليج، والمقصة في الكونفدرالية اللي أيضا لم يسعف الحظ في ضربات الحظ الترجيحية لنادي إمبي في الوصول إلى أو الاستمرارية في الكونفدرالية الأفريقية. نعلم بأن بالنسبة للمقصة يلعب في الدور 16 مكرر الثاني في الكونفدرالية، والمواجهة القادمة ستكون مع شقيق النادي الأهلي طرابلس، أي اللقاء لغاية الأهمية أكيد. تنقل الكرة مرة ثانية لصالح فريق الداخلية، آخر دقيقتين من المباراة، وبالطبع الثاني لقاءات الأسبوع 25. المباراة القادمة ستكون بين اتحاد الشرطة وأسوان، أيضا مباراة الإبقاء على وحياة البصيص من الأمل المتشبث به فريق اتحاد الشرطة الموجود في المركز 16، عنده 16 نقطة من 24 مباراة، ولكن هذا الأمل موجود لدى اتحاد الشرطة. الكابتن طلعت يوسف مدير الفني لفريق بتروجيت كما قلت اتحاد الشرطة لو فاز على أسوان سيصعد للنقطة 29. هذا التشبث في البقاء حظوظه قليلة، لكن نزال هناك نقاط كثيرة في المتبقية في الدوري، قد يسعفه الأمر بالنسبة لفريق اتحاد الشرطة، ويورط ربما معه المقاولون أو اتحاد اسكندري فيما بقى من مباريات. لكن كل شيء يلعب من أجل هذا الحظ وهذا الحظوظ المتبقية بالنسبة لفريق اتحاد الشرطة. ونعلم بأن البقاء أصبح حرس الحدود وغز محل شبه مستحيل أو مستحيل تماما ضمن الهبوط. عموما مباراة اتحاد الشرطة وأسوان اللي ستكون في 7:30 إن شاء الله، سيكون معكم زميلنا المتألق دائما والمعلق الجميل والواعد ومنطلق بقوة، وهو طبعا الكابتن محمد إيشا، اللي سيكون معكم إن شاء الله في متابعة لقاء اتحاد الشرطة وأسوان في دوري بالطبع المصري كان ينقصه الجمهور. الجمهور له حلاوته له متعته، هذا ما رأيناه في ماتشات الأفريقية للأهلي وللزمالك وللمنتخب أيضا، دور الجماهير وجمهورنا نمبر ون له جو تاني تماما في الملاعب، خاصة الملاعب المصرية بأمس الحاجة للجماهير، فالكرة للجماهير، وبالجماهير تحيا وبالجماهير تعيش وبالجماهير تتطور وبالجماهير كل الأمور تكون فيها روح ثانية وشكل ثاني.
وهذا خير دليل ما نراه في مباراة اليوم مثلا، مباراة سلبية في الأداء وبدون جمهور وغير ما نسمع إلا في صوت الرياح، فكل الأمور تماما تسيء لشكل المباراة ولروح المباراة، وبالطبع 90 دقيقة تحسها 90 سنة، وكل هذه الأمور واضحة في لقاء كئيب جدا فنيا أدائيا سلبيا كل شيء. وخمس دقائق على لماذا يحتسب بهذا العدد من الدقائق حكم المباراة وليد عبد العزيز، فهي كثيرة على مباراة ثقيلة الدم، هذا ما نراه في من ناحية فنية. يعني شناوي احتسب كما قلت خمس دقائق، كرة مرة ثانية طويلة من هناك، برشلونة واتلتيكو مدريد، مباراة الإياب في كالديرون، فشنتي كالديرون ملعب أتلتيكو، حكم احتسب دقيقتين في مباراة مولعة يعني تحدد مصير برشلونة كوقت بدل ضايع. النتيجة بالطبع كانت هدف واحد تخلص الموضوع للفريق البلوغرانا، لكن هنا البتروجيتو الداخلية خمس دقائق على ايه مش عارف. تمشي الكرة مرة ثانية، واحدة اثنين، يحول فريق بتروجيت، هنا مجدي أحمد مجدي، ولكن إلى خارج الملعب. إذن التغيير الثالث لفريق الداخلية، إذن تغيير لا طعم ولا لون بالنسبة لفريق الداخلية في هذه الأثناء. محمد جمال يغادر وجياد جنيدي يدخل، يبدو أن راضي فريق الداخلية تماما بالنقطة، أكيد يعتبرها ثمينة لأنه هو همه أن ما يخليش بتروجيت يسويه في النقاط، يخلي نفس الفارق. كان بإمكانه أن يكون عنده طموح أكبر ويكون يصل للنقطة 40 يزاحم حتى المركز الثاني، لكنه ما فيش هذا الطموح، فيش هذه الرغبة. كرة طويلة تعود من دبش، تصل عند الشناوي، مرت دقيقتان من الوقت البدل الضايع والباقي أقل من ثلاث دقائق. كرة طويلة ترجع الكرة لصالح نادي الداخلية، تنقل في الأمام، وهذه المتابعة من هناك لصالح فريق بتروجيت، تمشي من حسام، انطلاقه لأسامة، أسامة محمد، تمشي الكرة مرة ثانية، كم من إبراهيم حسن وكم من حسام حسن، في من هذه الأسماء في الدوري المصري موجودين سواء في المحلة سواء هنا في بتروجيت سواء في الإسماعيلي، كل هذه الأمور موجودة، لكن يبقى حسام والتوأم لهم طابع والميزة والأسطورة أكيد حسام حسن، صعب أن يتكرر. تعود الكرة مرة ثانية، إسلام عبد النعيم في مسك واضح اللي طالب الحكم المباراة بإنذار لاعب فريق بتروجيت في الكرة الماضية بالنسبة لإسلام عبد النعيم. دقيقة ونصف على نهاية الوقت القانوني، الوقت البدل الضايع طبعا 90 دقيقة انتهت، نحن نلعب في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضايع، خمس دقائق في تقدير حكم الساحة وليد عبد العزيز. إذن هو التعادل يكون رقم 11 لفريق الداخلية والتعادل رقم 8 لفريق بتروجيت في مباراتهم رقم 25، وطبعا بتروجيت رصيده يرتفع إلى نقطة واحدة إلى 35 نقطة، ويبقى في هذا المركز المركز العاشر اللي كان قبل هذه المباراة، والداخلية يكون في المركز أيضا السابع ب 38 نقطة، لكن يبقى للمقصة والإنتاج خلفيهما خلف الداخلية تماما، ولكن برصيد 36 و35 نقطة، وتنقصه مباراتان أو تنقصهما مباراتان عن الداخلية بالنسبة لمصر المقصة والإنتاج الحربي، والداخلية ممكن يضيع منا حتى المركز السابع في حالة نتائج المقصة والإنتاج في القادم، فأيضا يتراجع كل هذه الأمور كما نراها الآن. الكابتن طلعت يوسف خلاص ثواني على نهاية الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضايع،
وصافرة حكى المباراة وليد عبد العزيز أصبحت قريبة جدا. تمشي الكرة في موريتانيا، رئيس موريتانيا مباراة شعر بها بالملل، ما كملهاش، كانت نهاية كأس موريتانيا، كان عنده ميعاد فشعر بالملل. في الدقيقة 62 طلب من المنظمين إنهاء المباراة ولعب ركلة ترجيح، فهذه الأمور كانت مطلوبة في مثل هذه المواجهات. عموما يصفر حكى المباراة وليد عبد العزيز معلن عن نهاية المباراة في استاد سويس الرياضي الجديد بالتعادل السلبي 0-0 بين بتروجيت وفريق الداخلية. في الختام لكم أحلى تحية مشاهدينا الكرام عبر قنوات الحياة، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.